بعد كده هنتكلم عن إنارة المكاتب اللي هي الأوفيس لايتنج. الأوفيس لايتنج الأوفيس لايتنج طبعا الزعمل متميز جدا في إنارة المكاتب الأوفيس لايتنج، إنارة الأسقف المستعارة باستخدام السكوير بانلز. تمام، أنا عندي البانل كاملة أهي، تمام، بقدر أركبها على الأسقف المستعارة. مصدر إضاءة بيبقى مخفي، تمام، لمنع التوهج، بيقلل التوهج. عدسة مصنوعة بتقنية الليزر اللي هي ليزر برينتد، تمام، لينز. ضمان بيبقى 5 سنوات في البانيل يا شباب، ضمان 5 سنوات. زاوية الضوء بتبقى 120 لمساحة العمل، عاكس مع مادة البي ام ام ايه لعمر الافتراض الطويل. بيديني الاكريليك، الاكريليك بتاعه بيبقى من مادة البي ام ام ايه، تمام، ده اللي هو الجزء بتاع العاكس، ده بيديني عمر افتراضي اطول. بستخدمه في المكاتب طبعا والمعارض والمكاتب التجاريه، تمام، زي ما انت بتشوفه في الدروب سيلينج او الاسقف المستعاره. اليو جي ار بتاعه 19، تمام. اليوم امبير وات بيديني 100 ليوم امبير وات. الباور فاكتور 9 من 10. الدايمنشنز البانلز دي في منها 60 في 60 حسب البلاطه اللي هي موجوده في السقف المستعار، وفي 30 في 30 الصغيره، وفي 120 في 60. السي سي تي في منها 3000 و4000 و6500، 3000 و4000 و6500 في كل انواع. الاي بي طبعا ده بيبقى داخلي فبيبقى 20 صغير. السي ار اي 80، البيم انجل 120، الديفيوزر زي ما قلنا مصنوع من البي ام ام اي، تمام. الفولتج بيشتغل من 85 ل 265، يعني بيشتغل على 110 وال220. اللايف تايم بتاعها 40000 ساعه، في منها 60 وات و30 وات و120 وات.